السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
وإن أسأتم فلها فإذا جيء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا
بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم.